مرحبا، انت بتعتقد انه اللي عنده ايدز خلص كمان 10 او 15 سنة راح يموت؟ تعال معي نشوف الفيديو. الايدز بيكون كثير من الاعراض، تعمل على تدمير الجسم، ممكن ان تحدث تدريجيا او تأتي تباعا، مثل حمى، رعشة، انتفاخ في الغدد، انهاك والام في العضلات، استفراغ وفقدان شهية، ألم مفاصل، عدوى مثل البنمونيا، ضيق التنفس وأمراض بالقلب، طفح جلدي وتقرحات بالفم. وهذه بعض الأعراض المبدئية، وفي مراحل متأخرة من المرض ممكن الأعراض بتكون بشكل أسوأ بكثير يا جماعة. لكن وقف عندك، تعرف أنه في علاج للمرض؟ تعال معي. بتعرف أنه في سنة 1996 تم وضع علاج جديد للإيدز يعمل على إبطال تكاثره، يعني ما بتعالجه بشكل كلي ولكن بتمنع تطوره. بتعرف إنه المريض بأخذ حبة أو حبتين في اليوم وبقدر يمارس حياته الطبيعية عادي جدا، وبتعرف إنه العدوى ما بتنتقل عن طريق ممارسة الجنس بعد أخذ هذا العلاج. بتعرف إنه معدل أعمار مرضى الإيدز ارتفع ل 65 سنة وأكثر. وهذا كله مش كلامي، هذا كلام منظمة الصحة العالمية World Health Organization. لهون بنكون وصلنا لآخر الفيديو The Medicine في أقل من دقيقتين. نشوفكم في المرة الجاي، مع السلامة.